اليوم نشوفوا ان تكست دو ليكتور في الوحده الخامسه، هذه الصفحه 145 كتاب ديال الرابع ابتدائي. كيل دونجي مناس لا فوري، شنو هي الاخطار اللي كتهدد الغابه؟ نقراو هذا النص الممتع. قبل هذا الشيء يسولك الاستاذ، اوبسيرف بيان ايماج، كو فواتي، شنو كتشوف ملي كتلاحظ هذه الصوره؟ تقول له جو فوا ان بيزاج، واحد المنظر، اشاهد منظرا طبيعيا، ان بيزاج دي زاربغ فير، هادو اشجار خضراء. تقول له جو فوا اون اليميت اليومي، واحد وقيده شاعله، اليميت كت هي وقيده شاعله اليومي. عيقولك مثلا اوبسيرف لو تيتر، دي لو تيتر، لو تيتر تقول له هو كاين دونجي مناس لا فوري. عيقولك اتون افي، في رايك de quoi va parler le texte? Elle va parler d'un nas. Elle va peut-être, le texte va parler d'un incendie, ou d'un barbecue, parce qu'il n'y a pas de barbecue. Ou d'un barbecue, ou bien il va répondre à la question. Là, ou bien il va répondre à la question. Le question qui dit qu'il y a un mâchâtre, il y a un mâchâtre qui dit qu'il y a un mâchâtre. On va le nas. نحاول نشرحه. ليكتور، قراءة. كيل دونجي مناس لا فوري، شنو هي الأخطار اللي كتهدد الغابة؟ أ لوكازيون، بمناسبة دو لا جورني مونديال، اليوم العالمي دو لاغبر، ديال الشجرة. لي زيليف دو ليكول، تلاميذ المدرسة. هنا مدرسة هي مدرسة المسيرة، تلاميذ مدرسة المسيرة. اون تانفيتي، هادي اون انفيتاك، حنا كنديرو لا ليزون كنقراو اون تانفيتي، عرضو على من عرضو على ان غارد فورستي، على واحد الحارس ديال الغابه، غارد فورستي. الي فوني، هو جا لور اكسبليكي، باش يشرح ليهم، يشرح ليهم لي دونجي، الاخطار ولا المخاطر، كي مناس، التي تهدد لا فوري، الغابه، تهدد الغابه. Monsieur, s'il vous plaît, Seyidi, min fadlik, quels sont les dangers, chna huma al-makhater, qui menacent la forêt, li katheddet al-ghaba? Lui demande Rokaya. Talbet menno Rokaya. Rokaya hi li katlu had soual hada. Wa yjawab chna ykoul? Oh, la forêt? Ah, al-ghaba peut être menacée, mumkin. تكون مهددة pour plusieurs raisons، بسبب العديد من الأسباب، هناك عديد من الأسباب، raisons. En voici quelques-unes، ها هما البعض منهم، من هاد الأسباب، هو يذكر لها البعض، شنو هما البعض؟ حنا نشوفهم دابا. قال لها la nature، الطبيعة راه ممكن تهدد الشجرة، الطبيعة ممكن تهدد الغابة. كيفاش الطبيعة تهدد الغابة؟ quand le vent souffle، يعني كاين اخطار طبيعيه ما كيتدخلش فيها الانسان. يعني قال لها من كيصوت الريح، الكون عندما لو فون، الريح كيصوت سوفل تري فور، بجهد تري فور. il brise، هو كيهرس لي برونش، كيهرس الاغصان ديال الشجر، لي برونش او كوش لي زاربغ تير، ولا كيطيح الشجر، كينعس الشجر في الارض. لا نيج اوسي، الثلج ايضا، الثلوج ايضا، مالهم كون ال طومب، ملي كيطيحو، كيطيح الثلج مثلا اون غروند كونتيتي، بكميات كونتيتي كبيره، بكميات كبيره. في بلي لي برونش، كيطوي الاغصان، اي بارفوا، لانه هو كيطيح فوق هذا كيبقى متقل عليه حتى كيتطوى. بلي لي برونش اي بارفوا لي كاس، وبعض المرات من كيبقى هذيك كيهرسهم كاع، ماشي غير كيطويهم. هنا هذه الاسباب ديال الطبيعه، يعني اسباب طبيعيه، ما انت واحد هنا لي زانيمو، الحيوانات، الحيوانات اش كيديروا بعض المرات. هنا واحد الملاحظه بان الاسباب الطبيعيه راه بزاف د الحوايج ما تذكروش، مثلا البرق بعض المرات كيسبب حرائق، ملي كطيح ديك الصواعق راه كتسبب حرائق، ولا كتهرس الاشجار، ولا يعني كاين امور اخرى طبيعيه ما تذكرتش. هنا ندوزو لي زانيمو، الحيوانات، لي رونغور، من بين الحيوانات كاين لي رونغور، لي رونجور، اسسمح لي رونجور، لي رونجور شنو هما؟ القوارض. لي رونجور هما القوارض، اللي عندهم دوك النياب بحال
بحال السنجاب، بحال ديك دوك الطوبه اللي كيكون عندهم دوك السنان قدام، جوج سنينات القدام، كوم لي سوري بحال الطوبه، دوك الفيران الكبار اي لي ميلو، هما دوك الفئران ديال الحقول اللي ميلو حنا كنسميهم ديك زغوده، ودير بحال الفار ولكن كيسكن غير بديك الحقول غير في بلاصه الفلاحه لي ميلو. مونج شنو كيديروا هادو؟ كياكلوا مونج دي جون بوس. شنو هما لي بوس؟ هما البراعم، البراعم ديال النباتات كياكلهم. ايغونج لي كورس، شنو هو هذاك؟ هو اش كنسميوه بالعربيه؟ هو اللحاء، داك الغلاف ديال الشجر. لي كورس، غونج لي كورس، كتعني غونج لي كورس يعني كتبقى تقدم بسنان هذوك السنينات اللي عندها، تقدم داك اللحاء ديال الشجر، والشجره ما كانش عنده داك الغلاف ديالو كيبدا يموت. غونج لي كورس دي زارب ديال الشجر. لوم، دابا رجعوا دوزنا الطبيعه الحيوانات، دابا نشوفوا لوم. لوم باغ امبرودونس، الانسان باغ امبرودونس يعني بسبب عدم انتباهه، لي برودون هي منتبه، امبرودون غير منتبه. لوم بو بروفوكي، الانسان ممكن يتسبب، بو ممكن يتسبب في دي زانسوندي، في حرائق، اون اوبليون اذا نسى، هو ربما يكون نسى، دي تاندر يكون نسى يطفي ان فو العافيه، ابخي ان بيكنيك من بعد واحد النزهه. بعض المرات مثلا كيخرجوا الناس للغابه وكيديو معاهم طواجن وكيديروا تما العواد كيجمعوهم من الغابه وكيطيبوا، بعض المرات واخا كتبان له العافيه طفات ولكن من تحت راه ما طافياش، وهي اللي كتسبب الحرائق، كيمشي وما كيكبش عليها على ديك العافيه اللي دار الماء كتسبب حرائق. باغ اكزومبل، على سبيل المثال، او عندما من كي اون جيتون، من اون جيتون من كي من كيرمي اون سيجاريت اليمي، من كيرمي واحد الكارو باقي شاعل كيسبب، هذاك الكارو كيسبب في حرائق. لي مالادي اونفان، لي مالادي اونفان، الامراض اخيرا، كوم نو بحالنا حنا بحال الانسان. لاغبغ بو اتر مالاد، يعني الشجره ممكن تمرض، بو اتر مالاد اي ميم موغيغ، وتقدر كاع تموت بحال الانسان، ممكن تمرض وممكن تموت. اذا الاسباب اللي شفنا، شنو اسباب ممكن الطبيعه اللي تسبب في الاخطار للشجره؟ ممكن الحيوانات بحال دوك اللي كياكلوا اللحاء ديالها ولا البراعم، ممكن الانسان بعدم الانتباه ديالو، وممكن الامراض، لانها ممكن تمرض وتموت. لنعاود نقراو التكست قراءه عاديه، ومن بعد نقراوه قراءه كلمه بكلمه بالنسبه للناس اللي ما عندهم صعوبه في القراءه. Quel danger menace la forêt? À l'occasion de la Journée mondiale de l'arbre, les élèves de l'école Massira ont invité un garde forestier. Il est venu leur expliquer les dangers qui menacent la forêt. Monsieur, s'il vous plaît, quels sont les dangers qui menacent la forêt? Lui demande Rokaya. Or, la forêt peut être menacée pour plusieurs raisons. En voici quelques-unes. La nature. Quand le vent souffle très fort, il brise les branches ou couche les arbres à terre. La neige aussi, quand elle tombe en grande quantité, fait plier les branches et parfois les casse. Les animaux, les rongeurs comme les souris et les mulots mangent les jeunes pousses et rongent l'écorce des arbres. L'homme par imprudence, l'homme peut provoquer des incendies en oubliant d'éteindre un feu après un pique-nique, par exemple, ou en jetant une cigarette allumée. Des maladies. Enfin, comme nous, l'arbre peut être malade et même mourir. Quel danger menace? Quel danger menace la forêt? À l'occasion de la Journée mondiale de l'arbre, les élèves de l'école Messira ont invité un garde forestier. Il est venu leur expliquer les dangers qui menacent
La forêt. Monsieur, s'il vous plaît, quels sont les dangers qui menacent la forêt? Lui demande Rokaya. Oh, la forêt peut être menacée pour plusieurs raisons. En voici quelques-unes. La nature, quand le vent souffle très fort, il brise les branches ou couche les arbres à terre. La neige aussi, quand elle tombe en grande quantité, fait plier les branches et parfois les casse. Les animaux, les rongeurs comme les souris et les mulots mangent les jeunes pousses et rongent l'écorce des arbres. Arbres, l'homme par imprudence, l'homme peut provoquer des incendies en oubliant d'éteindre un feu après un pique-nique. Les maladies, enfin, comme nous, l'arbre peut être malade et même mourir. ندوزو الكلمات اللي اختاروا لكم هما الصعيبة للشرح هما اختاروا لكم مناسي اتر اون مناس بالنسبة للناس اللي كنتقدوا اننا كنترجموا بالعربية النصوص كنقول لهم مثلا هاد مناسي الشرح ديالها هو اتر اون مناس واش في نظركم هذا شرح انا ما عارفش مناسي عنعرف اون مناس اش كتعني يعني لاش ما نسهلش على راسي ونقول مناسي هي هاد اتر اون مناس يعني تكون تهديد كاين امور اللي ممكن تعبر عليها بحركات ولا هذيك التهديد كيفاش غتعبر عليه كيفاش غتعبر عليه لما ترجمتيش بالعربيه واخا تعيا دير الاشارات دير الحركات جيب صور باش تعبر على هذا التهديد ما يمكنش تعبر عليه الا علاش ما تعطيش ترجمه من بعد من اي يكون رصيد لغوي ديك الساعه يستغنى عن العربيه في التعامل ديالو مع الفرنسي هذا الهامش نكملوا لي رونجور هما القوارض يعني نشرح له القوارض كي دايره بالاشارات عاد تجيب له صور بيتي سو سون دي بيتي ماميفير هما تديات يعني حيوانات ما كتبيضش كتولد هما التديات سو سون دي انيمو هنا تاني ماميفير ما عرفوا باش يفسروها قالك انيمو حيوانات ما تديات يعني ما كتبيضش يعني كترضع كيون دو لونغ دون اللي عندهم سنان طويله كوم لو غا بحال داك الجرد يعني داك الطوبه او لو لابان ولا الارنب هنا ليكورس شنو هو ce qui couvre le tronc d'un arbre. هو داك اللي كيغطي الجذع ديال الشجره لو ترونك الجذع ديال الشجره كيغطي داك اللحاء ديال الشجره ندوزو للاسئله جوبسيرف جو ديكوف هادي السؤال جاوبنا عليه قبل ما نبدا النص اوبسيرف ليماج قالك شوف الصوره الي لو تيتر قرا النص جاوبنا عليه في الاول دوك وابا بارلي لو تيكست هادي شفناها في الاول ندوزو جو دي اي جو كومبرون هادي اللي كتكون بعد القراءه حاول نجاوب على الاسئله ديال الفهم Cette femme quelque je lis et je comprends. À quelle occasion, les élèves Telamid de l'Mdassa ont-ils invité le garde forestier? Là, je suis le Mounasaba Ardof et là, le Haris de l'Raba. Je suis le Mounasaba Ardof et là, je suis le Mounasaba Ardof et là, l'occasion de
la journée de l'homme l'ami mondial de quoi? Mondial de la forêt. L'homme l'ami de rêve de la forêt. هذا هو علاش عرضوه هما على هاد العرض ما نكتبها هنا كتبتها الفوق هادي عاودو كتبوها هنايا على لوكازيون دو لا جورني وتكمل هادي اللي درناها الفوق عاودها لتحت باش ما نضيعش الوقت هنا كيس كو لو غارد فورستي اكسبليك شنو كيشرح هاد حارس الغابه او زيليف دو ليكول ماسير شنو شرح التلاميذ ديال مدرسات المسيرة أشرح لهم كما الناس هو أشرح لهم لي دونجي الأخطار لي دونجي كي مناس اللي كي هدونا كي مناس لا فوري الخطر اللي كتهدد الغابة نشوفوا السؤال الرابع شنو فيه كومبيان ياتيل شحال كاينة دو سورس دو دونجي بور لي زارب شحال كاين المصدر ديال الخطر بالنسبه للاشجار شفناهم مفرقين il y a 4 sources il y a 4 sources عقلتو عليهم كاينه لا ناتور الطبيعه يعني اسباب طبيعيه اولا الطبيعه شنو تبعها لي زانيمو الحيوانات دوك القوارض وداك الشيء لي زانيمو وكاينه الانسان لوم واخيرا لي مرضي الامراض العاديه ممكن الشجره انها تمرض وتموت بحال الانسان لي مرضي ندوزو السؤال 5 والسؤال 6 شوفوا واش كيقولوا جولي اجيكري اقرا واكتب قال لك سيت اذكر دو زيليمون ناتورال جوج د العناصر الطبيعيه كي بوف لي يمكن لهم فير مال على فوري انهم يضروا بالغابه شنو هما هاد الحوايج اللي طبيعي اللي يقدروا يضروا بالغابة شفناهم مثلا نذكر انا نقول لو فون الرياح ممكن تكون مجهدة مثلا لا نيج وكاين الرعد وكاين البرق وكاين بزاف ديال الامور ندوزو للسؤال 6 اسك ان اربر بو موغير كومون واش الشجرة تقدر تموت وكيفاش كيف انها ممكن تموت il peut être détruit il peut être malade ممكن يقتلوها يعني ممكن بعد مره كنتك فيها غير مسامر كتموت il peut être malade peut être malade ولا abattu être abattu يعني تقطع قطعوها يعني راه كيقتلوها هذيك بالنسبه للتقطع راه هو قتل abattu etc. الى اخره نوزو السؤال رقم 7 هنا قال لك رولي شاك اليمون اربط كل عنصر او ما كي بو فير على فوري الضرر اللي ممكن يسبب للغابه هنا كل عنصر من دوك العناصر اللي شفنا اربعه ديال المصادر اللي يقدروا يديروا ياديو الغابه وهنا شنو الضرر اللي ممكن يديروا لنا الغابه هنا لو فون اي لا نيج الريح والثلج شنو يقدر يدير لنا لو فون اي لا نيج كاس لي زارب هو كيهرس الاشجار لي رونجور هادوك القوارض بحال الطوبة وداكشي لي رونجور شنو كيديرو واش كيسبو الحرائق لنا كيهرسو الاشجار لنا مونج لي جون بوس كياكلو البراعم البراعم ديك اللي كتنوض لنا الشجر هي كياكلوها اصلا ما كيخليوهاش تبان كاع هنا عندنا لوم شنو كيدير في هادشي كامل كوز دي زانسوندي يعني كيسبب لنا حرائق بعدم الانتباه ديالو هنا لي مالادي الامراض بوف اتاندر لي زارب ممكن تقيس الشجر ممكن الشجر يمرض بلا هادي بلا هادي علاش بعد ما كنديرو له الدواء ندوزو لأسئلة اخرى جو مي فالو هنا قال لك كيل دونجي بوتون ايفيتي شنو هو الخطر اللي نقدر نتفاداه بيان سور الاخطاء اللي نقدر نتفاداهم هما ديال الانسان وديال الامراض يعني مثلا كي دونجي بوتون ايفيتي هي لي زانسوندي لانسوندي الحرائق الانسان كيكون منتبه
ولي مالادي نتفادوهم نعالجوهم لي مالادي ديال الاشجار كنعالجو لهم كندير لهم الدواء هذو هما الاخطار اللي نقدروا نتفاداو هنا قال لك اتون افي في رايك سي لا فوري اي ديترويت الى الغابه تدمرت كي فا تون سوفرير كي فا اون سوفرير شكون هو اللي غادي يتعذب الى الغابه رابت لا ما خاطش الغابه تتعذب الطبيعه لان ما يبقى فيها ما يتشاف غتولي الدنيا قاحله les hommes, الناس ان الغابه كتعطينا الاكسجين اللي كنتنفسو وكنسارعو فيها وكنضلو فيها والخشب ديالها كنصنعو منه الوراق وكنصنعو منه بزاف د الحوايج لي زانيمو لانه كيعيشو فيها لي زانيمو كيعيشو في الغابه وكيتخباو فيها وكيتغداو فيها الى اخره انتهى هذه صفحه 145 سالات